يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرضى بالشرك الأكبر من عبادة الأضرحة ودعائها والنذر لها، ويدافع عن هذا بسلطانه ويسجن من أنكر على هؤلاء المشركين ويضيق على دعاة التوحيد في بلاده التي هو موجود فيها، فما الحكم في هذا العمل؟ الحكم عليكم الصبر والقيام بالدعوة حسب ما تستطيعون، ما تقدرون عليه، نعم، إلى أن يأتي الله بالفرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض الناس أن في قوله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا، وأنا أرى أن لو أن الدعاة وفقهم الله توجهوا إلى الولاة ودعوهم وقربوهم، وما أن الله أنهم يستجيبون أو على الأقل يكفون شرهم، لكن إذا كان الولاة في جانب والدعاة في جانب آخر فهذا يحصل الشر بين الولاة وبين الدعاة. نعم.